تيتا. شو صار لك يا تيتا؟ شو صار لي؟ تيتا ليه عينك كبيرة يا تيتا؟ عشان أشوفك منيح يا تيتا. تيتا ليه دانك كبيرة؟ عشان أسمع صوتك الحلو يا تيتا. تيتا أنفك ليه كبير؟ عشان أشم ريحتك الحلوة يا تيتا. تيتا ليه تمك كبير؟ عشان أكلك يا تيتا. حلقة اليوم رح تكون كلها أسئلة عن الفاكهة، رح أعطيهم هدية ورح أعطيهم كمان فاكهة. الطعام اللي هو بياكله الموز. صح. شو رأيك بالغوريلا؟ بس ما ياكل، ضعيف. ضعيفون حليلة مع الصيام. معلش معلش. يلا. شوف بتروح على الكافتيريا بتطلب انهم يقصوا لك اياها من فوق ويحطوا لك فيها. الاناناس. ما هي الفاكهة التي تتميز بنفس فائدة حليب الأم؟ الأسد. واثقة من نفسيها مش واخد بالها. الغزال. غزال. في شيء اسمه غزال. شو مسخرة يا أخي والله. حلوة كانت الحلقة اليوم صح؟ والله فنانة. أقول لك سريعة. أقول لك ما اسم وزير الصحة الياباني؟ يا ما سناني واوا. يا ماما سناني واوا. وديني عند الطبيب.